السلام عليكم. دي تجربة من تجارب الذكاء الصناعي. هما بيجيبوا برنامج هما عاملينه وبيدخلوه غرف شات وبيبدأوا يشوف هل الناس هتستنتج وتكتشف ان ده فعلا ذكاء صناعي ولا ده انسان حقيقي بيتكلم معاه. تمام، فده روبوت بوي بوت، بتبدأ تتحدث معاه لما كتابة هاي او ممكن تمام، وممكن تشغل المايك هاي هاو ار يو وهو يبدأ يتكلم معاك. انت تقول له ايه مثلا، وير ار يو فروم، بس هو يعني ظريف شوية يعني. كنت مش بقول له قول لي نكتة، لا قول لي انت نكتة وهكذا يعني، وساعات بيقول نكت يعني، مش الإجابات بتاعته مش ثابتة يعني. ممكن تسأله مثلا عن الانتخابات وعن أي حاجة زي ما أنت عايز. Do you visit Egypt? Egypt. أي حاجة تخطر في بالك. I am from Egypt. ده هو عارف ان كايرو موجودة في ايجيبت. وهكذا بتبدأ تتكلم معاه وبتركز هل هو فعلا بيجاوب صح ولا غلط، لانه المفروض بعد فترة يبقى عنده الامكانية ان هو مثلا خدمة العملاء بتاعت فودافون واريدو والحاجات ديت يبدأ هو يرد ويتكلم معاك بدلهم.